رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا، من جد تحياتنا لكم. محطتنا هلأ محض طبية، بصرني رحب بدكتور نينا حلو قاعي، طبيبة أطفال واختصاصية في علم اللقاح مباشرة عبر زوم. صباح الخير لك دكتور. عم بسمعك يا دكتور. ألو. وي ألو. ايه هلا سمعتك كثير منيح. يعني اليوم نحن وياك دكتور هيك لنلقي الضوء على مواضيع بتساور كل ام وكل اب، خاصه مع وجود الاطفال، اسئله عديده تطرح بهيدا المنوال، خاصه مع انتشار جائحه كورونا للاسف. بدايه خلينا نبلش معك دكتور، تاثير الكورونا على صحه الاولاد، من وين بتحبي تبلشي؟ مظبوط، نحن حبينا نحكي اليوم عن تأثير جائحة كورونا على صحة الأولاد بمفهومها الواسع، إن كان صحتهم الجسدية بس كمان صحتهم النفسية وحتى التطور الذهني عند الصغار منهم. يعني نحن من عملة هلأ صرنا صار واضح لنا إنه وطأة مرض كورونا على الأولاد عم بيكون أشد، أقل شدة من ما هو عند الكبار. يعني الأعراض عم بتكون أسهل، أخف، التعافي أسرع، والاشتراكات نادرة. أكيد في عنا فئات أضعف من غيرها تحت عمر السنة، بسبب يمكن حساسين أكثر لأنه مناعتهم أضعف. المراهقين نعرف أنه الأعراض عندهم بتبلش تشبه الأعراض عند الكبار. الأولاد يلي بيعانوا من أمراض مزمنة إن كان بالجهاز التنفسي أو بجهاز المناعة، ولكن بالإجمال المرض كورونا عند الصغار عم بيكون أسهل، ولكن بالمقابل عم بيكونوا هن الفئة العمرية يلي دفعت ثمن غالي جدا من جراء تداعيات هيدي الجائحة. مزبوط. يعني دكتور في موضوع يطرح يلي هو بلغ الأهمية، هو موضوع اللقاح. فيعني في كتار ولاد يمكن يعني مش معروف شو بدهم يعملوا، بدهم ياخذوا اللقاح ما بدهم ياخذوا اللقاح. حضرتك كطبيبة أطفال كيف بتشوفي هالموضوع؟ مزبوط مزبوط، نحن في شغلة بلشنا نلاحظها، والخطأ يمكن ما كان على الأهل، كان أكثر علينا كأطباء أطفال كجمعيات علمية. نحن بالبداية افتكرنا أن الموضوع بده يأخذ بضع أسابيع أو أشهر، فنحن طلبنا من الأهل يأجلوا اللقاحات التذكيرية عند الأولاد الأكبر، وركزنا أكثر على ما دون عمر السنتين لأنه عندهم لقاحات جرعات أولية ضروري كثير أن نحميهم. ولكن الجائحة صار عمرها سنة، ومثل ما مبين مش رح نرجع نستعيد حياتنا الطبيعية قبل يمكن على بالأقل عام من هلأ. نحن في كثير اولاد تاخروا كثير بلقاحاتهم، وبلشنا نتخوف ما نرجع نشهد لامراض نحن كنا نسيناها مثل شلل الاطفال، مثل الحصوة، صحيح، التهابات رئويه، التهابات سحايا. فضروري جدا انه نرجع نذكر الناس يرجعوا يتواصلوا مع طبيب الاطفال، يجربوا يحددوا موعد تيستلحقوا هاللقاحات ويرجعوا يمشوا مزبوط مثل ما لازم على جدول التلقيحي لاولادهم. يعني دكتور دينا، يمكن اول سؤال بيطرحوا الاهل على حالهم، طيب بركي اخذنا هالولد ورحنا بزياره روتينيه واصبنا بكورونا او انصاب ابننا او بنتنا بكورونا، يعني هيدا صار هاجس، بس قد ايه كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار انه ولو انه هيدا هاجس لازم كمان نتابع اللقاحات الدوريه؟ اكيد ضروري كثير نرجع نستلحي. هلا مخاوفهم نحن كلنا فاهمينها، ولكن اكيد هذه الزياره بدها تنعمل ضمن شروط سلامه واضحه، والمسؤوليه بتقع على الطرفين. يعني من ناحيه الاطباء نحن عم نعطي مواعيد متباعده لحتى الناس ما انتظار. اكيد مواعيد التلقيح او الزيارات الروتينيه عم تنعطى بالاول، والاولاد السخنين عم ينشافوا بالاخر لحتى ما نعرض صحه البقوه للخطر في حال كان في احتمال عدوى كورونا. عم نقوم بتعقيم بين كل مريض، بين مريض والتاني. ومن جهه ثانيه في مسؤوليه كمان بتوقع على الاهل. يعني نحن معودين بلبنان بيجي مولود جديد بيجوا معه تيتا، جده، البي والام، الاخوه الكبار. حالي بدنا نلتزم بمرافق واحد او ماكسيموم اثنين، اكيد وضع الكمامات للكبار مش للصغار، نلتزم بوقت الموعد، واذا كان في عندنا حيلا احتمال يكون في عندنا مخالطه لشخص كان معه كورونا او حيلا رشح سعالي ارتفاع بالحراره ضمن العائله، نتواصل مع طبيبنا، يعني نحطه بالجو، مش رح يرفض يشوفنا ولكن بيعطينا موعد ملائم للحاله تبعنا، وبهالطريقه بنكون عم نقدر نستلحق. كثير بيجينا اتصالات انه دكتور في طعم تاخرنا كثير عليه، هل بعد فينا نعمله او هل بعد فينا نعمله؟ الجواب هو نعم، نحن دائما فينا نستلحق اذا كان عمر الولد بيستدعي بعد هاللقاح. في بعض اللقاحات يمكن حسب العمر ما بتعود ضروريه غيرا بلا، فهذا الموضوع بينحل عن طبيب الاطفال، هو يلي بيعرف كيف
لقاحات، ولكن ما في شيء بيروح علينا. يعني 100%. دكتور نحن كمان بدنا نحكي عن تأثير كورونا على الصحة النفسية كمان، ولكن لو سمحتي من بعد ما ننتقل لناخذ فكرة عن آخر وأهم المحطات الإخبارية ضمن موجز إخباري ونعود لنتابع. من بعد ما أخذنا فكرة عن آخر وأهم الأخبار مع زميلتنا جراس، منرجع لكم مباشرة على الهواء أصدقائنا المشاهدين، وضمن يومنا الجديد لنتابع مع دكتور دينا. كنا عم نحكي نحن وياها عن اللقاح وعن جائحة كورونا، شو سببت على الصعيد الجسدي، شو سببت أو تأثيراتها على الصعيد النفسي. منتابع معك دكتور دينا، شو التأثيرات السلبية اللي فرضتها جائحة كورونا على الصعيد النفسي للأطفال؟ مزبوط، يعني نحن كلنا تنبهنا حتى كأهل قبل ما نكون أطباء أنه أولادنا يعني ما بقى يشبهوا حالهم، فكلنا عم نشوف ببيوتنا وبعياداتنا اضطرابات قلق، اضطرابات بالتركيز، اضطرابات بالنوم، حتى بنوعية الأكل والحمية الغذائية عند الأولاد. عم بيكون في عنا حتى عند الصغار تحت عمر الثلاث سنين تأخر بالنطق بسبب غياب التحفيز، يعني هالولاد مش عم بيشوفوا غير أولاد، مش عم بيتخالطوا، مش عم بيحكوا مع حد، فعم بيكون في حنا حتى تأخر بهالأمور كلها. وفي عنا الشق الثاني ما فينا ما نحكي عنه، اللي هو تسكير المدارس، يعني أثر كمان سلبيا على صحة هالولاد. أكيد أكيد التسكير كان ضروري واعتمد بكل البلدان بمراحل معينة حسب سرعة وقوة تفشي مرض كورونا، حسب عدد الفحوصات الإيجابية، حسب الضغط على الأطقم الطبية والمستشفيات. ولكن اللي صار واضح يعني وصار في حتى دراسات عليه أنه التعلم عن بعد لا يوازي ابدا التعلم الحضوري، وانه الفرص المتاحه منا متوازيه بين الاولاد، يعني في فرق بين مدرسه رسميه مدرسه خاصه، بين المنطقه واخرى، بين الانترنت اذا قوي او لا، بين الادوات اللي عم نستعملها الشاشه، يعني اذا في عنا اكران ايباد او كمبيوتر لكل ولد او كذا ولد على نفس الادوات اللي عم يستعملوها للتواصل الى اخره. والمدرسه مش بس للعلم، المدرسه كمان لانه في عنا نشاطات رياضية ترفيهية، في عنا تواصل مع الأصدقاء مع الأساتذة، وهيدا كله أثر سلبيا على صحة الأولاد النفسية. دكتور أمام الآثار النفسية والجسدية وحضرتك كطبيبة أطفال واختصاصية بعلم اللقاح، كيف بتشوفي الحلول، أو بالأحرى كيف أو وين بتلاقي الحلول لهيدي المعضلة اللي هي جسدية ونفسية بذات الوقت، علما أنه هلأ فعلا بحس الولد حاله متضارب، يعني مش عارف شو بده يعمل، مثل ما حضرتك عم بتقولي ما أنه مرتاح حتى بالبيت، حتى يمكن بالرجيم الإيمونتاري اللي عم بيخته، يعني خلص في خربطة معينة عم بيعيشها بأجواء متوترة وموتورة من حوله. كيف بتشوفي الحلول وعلى شو لازم الأهل يضووا؟ مزبوط، يعني هلا اذا في رساله بدنا نوجهها اليوم للي عم يسمعونا، اول شغله اللي صار له زمان ما شاف طبيب الاطفال جرب يتواصل معه، يحدد موعد، هيدا زياره مش بس زياره لاستلحاق اللقاحات، ولكن كمان زياره روتينيه نحن كثير بنعتمد عليها على عده اصعده، يعني بدنا نتاكد من نمو الاولاد، نعمل لهم فحص سريري كامل، في كثير امراض مزمنه بنشخصها بالعياده، ان كان مثلا التواء العمود الفقري او سكوليوز عند المراهقين، مشاكل البلوغ ان كان مبكر او متأخر، حتى للأسف في بعض الأمراض الخبيثة فينا نشخصها بطريقة مبكرة بالعيادة، إذا شفنا ولد شاحب عنده درانات عنده ورم نقوم بفحوصات سريعة، فهيدي الزيارة الروتينية ضرورية. نحن كمان عم نتأكد من تطور الولد الذهني، خاصة برجع بشدد على دون عمر ثلاث سنين، إذا عم بيمشي، إذا عم بيحكي، إذا عم بيركز، إذا عم بيتواصل مع محيطه، فهيدي أمور ضرورية جدا. أول شغلة نتواصل مع طبيب الأطفال. تاني شغلة نحن فينا نعملها بالبيت يمكن صعب شوي، ولكن بدنا نجرب نتناسى الوضع اللي نحن عايشين فيه ونرجع نحط أطر أو نمط روتيني معين لإلنا كلنا، يعني ككبار وصغار. الولد كثير الروتين بتعطيه نوع من الطمأنينة والأمان، يعني مزبوط أنه في بعض المدارس عم بتكون التعلم عن بعد بعد الظهر، ولكن الاولاد بايام الاسبوع الساعه 8 لازم يكونوا واعيين، يعني ما فينا نضلنا نايمين للعشر 11، 8 9 بالليل بدنا ننام، نحن بحاجه لعشر ساعات نوم على القليله حسب عمر الولد. نحن كمان بالنسبه للحميه الغذائيه كلنا فايتين طالعين على المطبخ وعلى البراد، هذا الشيء عاطل، يعني بدنا نرجع نتذكر انه عندنا ثلاث وجبات اساسيه، ترويقه غدا عشاء، سناك على العشره، عصرونيه على الاربعه،
بما يعني أنه هون يا دكتور طرحتي نقطة بالغة الأهمية، لأنه هلأ الأهل إذا بدك غاضين النظر شوي عن الأولاد، يعني عم بيأكلوا شوي زيادة، عم بخفقوا تشيبس من هون، شوكولا من هون، مشروبات غازية، أوكي صبام عليه حرام مزروبين، قد إيه لازم هالحرام هيدي ما نقولها ونحاول نرجع نمشي بالنمط الصحيح؟ 100% هي حرام اللي عم بيصير فيهم، العكس يعني كل هيدا عادات سيئة رح تبين تداعياتها بالأشهر والسنوات المقبلة، فضروري كتير نرجع لروتين معينة، ونحن لأنه محجورين فينا نستفيد، يمكن نطبخ بالبيت أكتر، نبتعد عن الجهزات، الوجبات الجاهزة الخالصة الدليفري إلى آخره، يعني في كتير أمور فينا نرجع لها لحتى نحط روتين معين. هلأ أكيد أنا أول شغلة بدي أقولها أنه نبعد عن الشاشات، ويمكن هذا شيء شبه مستحيل لأنه عم ندرس عبر الشاشة، عم نقوم بفروضنا على الايباد او على الكمبيوتر، ولكن هذا كله يعني بعد 6 ساعات من القعده قدام الاكران ضروري جدا انه نوقف، يعني ممنوع بقى نرجع نلعب على البي اس 3 وعلى الـ على الـ على الايباد الى اخره، بدنا هلا الطقس تحسن نجرب نشجع النشاطات بالخارج بالهواء الطلق، النزهه، الرياضه، يلعبوا بين بعض، يعني نجرب قد ما فينا كمان ما نفرط من القعده من خلف الشاشات، لانه هيدا شيء كثير عاطل للاولاد، يعني قد ما فينا نرجع نسترجع نوع من الروتين الصحي والسليم لصغارنا ولنا كمان، يعني بالاخر نحن بنعطي المثل، الاولاد بيتمثلوا فينا. طيب دكتور، هل في من شروط اساسيه نحن لازم نفرضها على اولادنا ويمكن على حالنا لعدم التقاط العدوى؟ لانه كمان نحن صراحه كاولاد صرنا ضايعين، لانه بحث بيطلع بيقول لك انه الاولاد اكيد ما بيلقطوا الكوفيد 19، واكيد اذا لقطوها ما بيصيرهم شيء، بعد شوي بهيك بفقس بحث ثاني بيقول لك لا الاولاد ممكن يلقطوا الكوفيد 19 وممكن تاثر كثير سلبا على جسمهم، فنحن صرنا ضايعين فعلا شو بنعمل وما بقى نعرف شو هي شروط وسبل الوقايه الضروريه للاولاد. مزبوط مزبوط، وهذا الضياع بنتفهمه كليا لانه نحن بالطب ما في 100%، دائما في استثناءات. هلا الشيء الاكيد الاولاد اكيد بيلقطوا كورونا، مش مزبوط انه ما بيلقطوا، وفيهم يعدوا ولكن بنسبه اقل من الكبار، يعني الكبار بيعدوا بعض وبيعدوا الصغار اكثر من العكس. لازم نعرفوا انه عندنا الفيروسز المتحورين الجداد اللي هلا عم نواجههم، العدوى عم تكون عاليه فيهم، وبالتالي عم نشوف اولاد اكثر عم ينعدوا من السابق، يمكن من السنه الماضيه. ولكن الشيء الاكيد انه برجع بكرر، تداعيات المرض على الاولاد اقل شده من الكبار، يعني كلنا صار عنا بعياداتنا حتى ما اضطرينا نشوف الاولاد، يعني عالجناهم معظمهم، برجع بشدد ما انفهم غلط، معظمهم عالجوا بس على عبر الهاتف، ما اضطرينا نقوم بفحوصات، ما اضطرينا لادخالهم على المستشفى، تعافوا والاشتراكات قليله نادره جدا عند الاولاد. ولكن بضل في احتمال انه بعض الاولاد يمكن عندهم امراض مزمنه او المراهقين او الكثير صغار يتعبوا اكثر، وفي احتمال يعدوا غيرهم، فنحن هون بدنا نضلنا منتزمين بشروط الوقايه والسلامه اللي هي يعني فتحنا البلد بس يعني ما بدنا نخرب كل شيء عملناه للاسف بالايام القليله السابقه، عم نشوف الاعداد عم ترجع بتعلى، فضروري كثير نلتزم بالتباعد الاجتماعي، بوضع الكمامه للصغار ابتداء من عمر 5 سنين، فيهم يوضعوا كمامه لحتى نحميهم، بغسل وتعقيم اليدين خاصه قبل ما ناكل وبعد ما ناكل، نبتعد عن الاماكن المكتظه، يعني هذا الشيء للاسف بده يضل مواكبنا على القليله بعد اشهر 6 اشهر لسنه لحتى نقدر نتخلص من هالجائحه عبر مناعه القطيع وعبر التلقيح يلي بلش، ولكن مشوارنا بعده باوله، يعني بعد بكير كثير نقول انه نحن انتصرنا او صار فينا نرجع لحياتنا الطبيعيه، فضروري كثير نلتزم بهالشيء، بس هون هذا الشيء ما لازم يمنع، وهون يمكن نحكي شوي عن يعني بعدنا متأملين عودة آمنة إلى المدارس بمرحلة معينة، أكيد الوزارات المعنية عم تشتغل بشكل علمي ودقيق، بس الأعداد تكون تسمح لنا نقدر نفتح، نحن بدنا نشجع الأهالي بهالعودة، رح تكون عودة مدمجة أكيد، يعني رح تكون صفوف صغيرة مش صف 30 ولد، يمكن أسبوع إيه أسبوع لا، ولكن ضروري كتير يرجع ينعمل تقييم لهالولاد حضوريا لحتى نقدر نخلص ما فينا شو فينا نخلص من العامين الدراسين اللي مرقوا، ونقدر نتهيأ للعام الدراسي الثالث اللي صار على الأبواب. اكيد برجع بكرر ضمن شروط، يعني ما حدا رح يبعث اولاده الا اذا كان في شروط محترمه، وضع كمامات بالمدرسه ابتداء من عمر 6 سنين، طبقات بعيده عن بعضها، عدد قليل، اكيد ما رح يكون في نشاطات رياضيه بالمرحله الاولى تما يكونوا الاولاد كثير قراب على بعض، ونلتزم نحن كمان كاهل بمعايير السلامه، يعني حيلا
برجع بكرر احتمال عدوى، سعله، رشح، حراره خفيفه جدا، حتى طفح جلدي، ما نبعت الولد على المدرسه، نتواصل مع المدرسه ومع الطبيب، هيدا كله لسلامه اولادنا وسلامه الاخرين، يعني اذا ما تعاوننا كلنا وكنا قد المسؤوليه مش رح نقدر لا نفتح مدارس ولا نرجع ننقذ ما تبقى من مستوى العلمي لصغارنا. يعني دكتور دينا مثل ما بيقولوا وضعتي الاصبع على جرح، لانه في كتار يعني امهات للاسف وما بعرف كيف بيفكروها، يعني كيف بياخذوها باي طريقه، انه بيصيروا يدافعوا عن ابنهم او بنتهم انه لا 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 مش ساخن، هو بتكون حرارتهم ضاربه لل 39 40، لا 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 مش ساخن ما بوشي، مثل كانه عار اذا ساخن او يعني بشوم بوشي، انه اكيد اذا بوشي لازم يبقى بالمنزل. قد ايه يمكن تصرفاتنا المش مدروسه بين هلالين بتفوتنا بالحياه وبتفوت غيرنا، لانه اكيد مطلق امراه بدها تودي ولدها على المدرسه هو مصاب، قد ايه ولد ممكن يكون مصاب كمان، قد ايه قد يصيب بس يروح على المدرسه. من هون اهميه الوعي بقصه جائحه كورونا يا دكتور. 100% هذا الشيء كثير ضروري، ونحن تنرتاح نبعث اولادنا على المدرسه، ما بدنا كلنا نكون عم نتصرف بنفس الطريقه، يعني الشيء اللي بيمشي علينا بيمشي على غيرنا، بينطبق على غيرنا، فاذا نحن كنا واعيين وغيرنا كان واعي ما رح يكون، يعني رح يكون احتمال العدوى ضئيل جدا، وهيدا الهدف انه نخلصه قد ما فينا لحتى نسمح لهالولاد يرجعوا يسترجعوا شيء بيشبه حياه طبيعيه، علما انه معظم البلاد برا رجعوا فتحوا المدارس، يعني في محل نحن مجبورين كمان نتماشى، برجع بشدد ضمن شروط سلامة دقيقة جدا، ولكن يعني بدنا نتعاون لحتى نوصل لهالشيء، على أمل يعني اللي عم بيصير يمكن بالأيام القليلة اللي مضت ما كتير بيشجع، يعني بدنا نرجع نتذكر أنه كورونا بعده هون، الشروط بعدها هي ذاتها، نتبعها مزبوط لحتى نقدر نسترجع حياتنا. دكتور تعقيم اليدين قبل الدخول الى الصف والكمامه الدائمه واكيد الحراره، كل هالامور يلي الكل عم بيعملوها اذا يعني تابعوا فيها بطريقه جديه جدا بالمدارس، برايك هل فينا نتخطى هيدي المرحله بالنسبه للتلميذ وما نرعبه بالفكره؟ لان كمان هو قد يتاثر نفسيا، نحن بنعرف كمان نفسيا نحن قد ايه بنتاثر وقد ايه بنضعف امام اي مرض، يعني لما كثير بنرعبه للولد ولما بنقول له انه خلص انت بمجرد ما تفوت على المدرسه راحت عليك، الى اي حد قادر هالولد يتابع؟ قد ايه قادر يقاوم؟ او بنقلب الصوره وبنقول انه لا نحن بناخذ احتياطاتنا اللي لازم ناخذها وبنخلي اولادنا يروحوا على المدرسه ويتابعوا. مظبوط اللي عم تقوليه كثير مظبوط، ما لازم نستهون ابدا او نستخف بقدره الاولاد على التاقلم، اجمالا الولد بيتاقلم اسرع وافضل من الكبار، ويمكن بالاسابيع القليله اللي فتحنا مدارس او حضانات بلبنان اللي بعتوا اولادهم شافوا قديش الاولاد تاقلموا بشكل جيد وسريع، يعني انا فوجئت باولاد انا عم بوصل اولادي على المدرسه يطلبوا من اهلهم يوقفوا تحت تينطروا التلميذ اللي قبلهم يفوت على الصف وياخذ حرارته، يعني كانوا الاولاد عم بيوعوا اهاليهم وهذا الشيء كثير حلو، اكيد ما نخوفهم، هذا الشيء كثير عاطل، مش كانه اخر الدنيا او انتم بدكم تجيبوا المرض على البيت او نحملهم مسؤوليه بدنا نعدي تيتا وجدو الى اخره، لا، ولكن نشرح لهم انه نحن بدنا نحمي، بدنا نكون واعيين، يعني اذا كان في سخونه ما بنزور تيتا جدو، بنغير تسيرنا بس نوصل على البيت، بنغسل ايدينا مزبوط، بنكون مسؤولين، اذا وقعت الكمامه بنحط غيرها لحتى ما نأذي غيرنا، والولاد قادرين يستوعبوا هيدا الشيء، يعني كله حسب نحن كيف بنعطي الرساله، وهي رساله وضحت، يعني من عام لهلا الولاد فهموا كثير منيح، حتى الصغار بيعرفوا كيف يعقموا ايديهم، بيعرفوا كيف يحطوا الكمامه مزبوط، مش الحق عليهم، الحق علينا اكثر، فنحن ككبار كجسم طبي كجسم تعليمي وكأهل المسؤوليه بتوقع علينا اكثر انه نحن ندعم هالصغار لحتى يقدروا يكفوا حياتهم بشكل طبيعي. نعم دكتور دينا، بدي ارجع الى نقطه حضرتك اثرتيها، اعتماد نمط صحي بالمنزل واهميه هذا النمط الصحي، بس نحن بنعرف يعني وحضرتك اكيد كطبيبه اطفال بتتعاطي مع كم كبير من الاطفال وبتعرفي انه الطفل مش دائما لين، يعني مش دائما بيتجاوب معنا، انه انا رجعت ركزت على هذه النقطه بالتحديد لانه خراب بيوت، يعني لما بتخلي الطفل ياخذ شو ما بده ياكل شو ما بده وبيتخربط اكله وترويقته وغداه وعشاه ماشي، يعني بصير بدك قدهم على ثلاث مرات لترجع تمشي على المسار الصحيح. لما بيكون الولد عنيد لما ما بيتجاوب معك كيف فيك تفرضي عليه نمط غذائي معين؟ يعني بس نطبق هالنمط علينا، يعني الولد بالاخر مش هو اللي بقرر بالبيت،
بغض النظر كلنا احنا اولادهم بنعرف انه التعامل معهم فيكون صعب جدا، ولكن اذا نحن مشينا مع هالنمط، يعني نحن تغدينا بوقت معين، تروقنا بوقت معين، وما حدا سمح لهم او حضر لهم اكل او جاب لهم دليفري او اشترى لهم برا، الاولاد حتى على السوبر ماركت مش عم بيروحوا بالوقت الحالي، فمش هن اللي عم بيجيبوا الاكل على البيت ولا هن بالمدرسه عم بيشتروا اكل عاطل. يعني هلا كمان بتترتب المسؤوليه علينا اكثر، وبرجع بقول لك الولد كثير يعني مرايه، يعني مثل ما بيعكس الصوره تبع اهله، يعني مثل ما نحن بنتصرف هن بيتصرفوا، فاذا ونحن للاسف عم نتصرف غلط كلنا، يعني هذا شيء كثير طبيعي لانه كمان اللي عم نعيشه من ضغط نفسي ومخاوف وقلق منه شيء طبيعي، ولكن اذا نحن نظمنا سهل كثير انه الاولاد يلحقونا، اذا نحن كل النهار قاعدين على التليفون وعلى الايباد ما رح نقدر نقنعهم انه هذا الشيء عاطل، يعني النشاطات اللي عم بحكي فيها بدنا نحن كمان نشاركهم فيها، يعني نحن نلعب معهم بالبيت، نحن نعمل رياضه سوا، نحن نظهرهم، مش انه نعطيهم نصيحة وما نطبقها. هي كتير تطبق إذا الروتين مشيت على كل أفراد المنزل. دكتور برأيك الأولاد عم بيتأذوا أكتر من الأثر النفسي ولا من الأثر الجسدي لكورونا؟ بتصور اثنين على على حد سواء، وعم نشوف النتائج، يعني حتى بعيداتنا نحن عم نشوف صغار اول ما يفوتوا على عيادة بيبكوا بيصرخوا، ما بقى فينا نقرب عليهم حتى مرضانا، يعني اللي بنعرفهم ما عادوا بقى بيتقبلوا الاخر، ما بيتقبلوا يكونوا بمجتمع يشوفوا غير ناس غير اهلهم، وهذا الشيء كمان عم بيخلي اصعب المتابعه الجسديه. وهون بحب احكي كمان يمكن عن فئه هي الحلقه الاضعف ما حكينا عنها، هن الاولاد اللي عندهم امراض مزمنه. هالولاد للاسف اول شيء صار لهم عام واكثر، معظمهم حتى ما قدر يشوف الطبيب الاخصائي، يعني عم بيتواصل معه عن بعد. ثانيا يعني الاستشفاء عندهم عم بيكون كثير صعب، من ناحيه لانه الاهل متخوفين من المستشفى، ولانه الطواقم الطبيه من شغله يمكن اقسام كورونا، في عندهم علاجات مزمنه ما عم بيقدروا يحصلوا عليها بالمستشفى. وسبب ثالث للاسف الضيقه الاقتصاديه اللي عم نعيش فيها، معظمهم حتى مش عم بيقدر يامن علاجه والدواء تبعه، فهول الاولاد كمان محرومين، وهول هن ادق وحساسين اكثر، وكثير تقلصت فرصهم بانه يحصلوا على عنايه صحيه جيده، فما بدنا ننساهم كمان. 100%. دكتور دينا بنهاية لقائنا شو بتحبي تقولي لكل أم عم بتتبعنا، لكل أم بالبيت مع أطفالها وصراحة ضايعة مش عارفة شو بدها تعمل، يمكن بمختلف النقاط يلي حضرتك أثرتيها، إن كانت ابتداء من اللقاح أو ابتداء كيف بدنا نعملهم بالبيت والرجيم أليمونتير، إذا بنوديهم على المدرسة أو ما بنوديهم، بدي هيك منك ريزومي شو بتحبي تقولي لكل أم عم بتتبعنا. أول شغلة تتواصل مع طبيب الأطفال، إذا صار زمان ما شفوه جرب تحدد موعد لحتى ينفحصوا الأولاد ولحتى يستلحق اللقاح إذا كان في داعي. بالنسبة للمدرسة ما يتخوفوا، بعد في بعض الاستثناءات، يعني إذا في أولاد عندهم أمراض مزمنة أو أشخاص بيعانوا من أمراض مزمنة بالمنزل، هون فينا نضلنا على تعلم عن بعد بالتواصل مع المدرسة والطبيب، ولكن معظم الأولاد ما في مانع عندهم أنه يرجعوا على المدرسة إذا تأمنت الشروط للسلامة، وأكيد يجربوا، هذا الشيء صعب على الكل، يعني الحكي هي مثلنا مثلهم، يجربوا قد ما فيهم يرجعوا لنمط روتيني رح يريح الأولاد ويريحهم بالوقت نفسه. دكتور دينا حلو قاعي طبيبة أطفال واختصاصية بعلم اللقاح، أهلا وسهلا فيكي، شكرا لوجودك معنا عبر زوم، إن شاء الله بلقاء تاني بتبلش تخبرينا أنه بلشوا يخفوا حالية كورونا، شو رأيك؟ إن شاء الله بلا لازم. ابتداء من أي متى دكتور؟ يلا من أي شهر؟ من أي شهر حسب توقعاتكم كأطباء؟ بدنا نشجع الناس ياخذوا اللقاح يتسجلوا على المنصة، كل ما لقحنا أسرع وافضل كل ما بلشنا نرتاح، يعني وصار في بوادر بغير بلدان كانت سريعه بالتلقيح بلشوا يسترجعوا حياه شبه طبيعيه، فهيدا الشيء لازم يحفزنا لحتى نقبل ناخذ اللقاح ونعطيه لاهالينا ونتسجل على المنصه. اوكي، شكرا لك يا دكتور، نشوفك بخير ان شاء الله. شكرا، اهلا وسهلا فيكي. اصدقائنا المشاهدين لو نوصل الى ختام يومنا الجديد ورحلتنا الصباحيه، على امل انه تكونوا قضيتوا معنا اوقات حلوه، اوقات مميزه برفقه يوم جديد، بكره اذا الله راد بتمام الساعه 8:30 بنرجع بننضم لكم، من هلا لبكره لكم اطيب التحيات، الى اللقاء.